الرابطة السورية العلمانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسف على الاستعجال، ولكن يجب علي أن أخبركم وأن أعطيكم طريقة الحجز المجاني في السفارة الألمانية في تونس بعد أن فتحت قسم خاص للسوريين. أقوم بالضغط فورا على الرابط الموجود في الصفحة، تظهر لي صفحة الرابطة السورية، الرابطة الألمانية، صفحة السفارة الألمانية في تونس. أضغط هنا، طبعا هذه هي المتطلبات، أنا أريد أن أحجز، أقوم بتوزيع المواعيد، أضغط هنا، أنتظر حتى، إذا أقوم بالضغط هنا، إذا أردت تحويل اللغة الألمانية، تصغك، تضغط لي هذه الصفحة، أضغط فايتر، هنا لدي أقسام يجب علي أن أنتبه، وأن أضغط على القسم الصحيح، سوريان، فاميليان، سوق، فإذا حجز للسوريين هو آخر خيار، أضغط فايتر، فايتر، هنا أكتب الرقم الذي يظهر لي هنا W Y B A E capital W Y Y B A E، أضغط فايتر، لدي هذه المواعيد. الآن أضغط على أي عندي موعد 12/7، موعد 13/7، موعد 14/7، أضغط على الخيار الأخير حتى أحصل على موعد لكي لا تقوم السماسرة بحجزه. أقوم بالضغط هنا، يظهر لي هذا المكان، لدي موعد في الساعة 8 وموعد في الساعة 11 من يوم 14/7، أضغط على هذا الموعد مثلا، تظهر لي هذه القائمة، أكتب هنا ناخ نامة، الاسم الأخير، على سبيل المثال أكتب مثلا الاسم الأخير الأفان مثلا، الاسم الأول مثلا، الاسم الذي أريده، اسم الفتاة، الإيميل، إيميل صالح، ويجب علي هنا أن أؤكد اسم الإيميل، وهنا أكتب رقم جواز زوجتي أو ابني، طبعا لكل شخص يجب أن أحجز له مكان، هنا أكتب الصورة الموجودة لدي في الصفحة مثلا 7 أور، وهكذا أكتب هذه الصورة، طبعا لن أقوم بالضغط على فايتر حتى لا يذهب موعد، أضغط هنا على شباي شيرين، ثم يأتيني إيميل لاحقا بالموعد. هذا كل شيء، أي شخص لا يستطيع الحجز يخبرني وأنا سوف أقوم بمساعدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.